اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. طبعا ريال مدريد يظل ريال مدريد بتاريخه واسمه، لكنه كرة القدم تستحق الكفاح والعمل والجهد، وان شاء الله يتحقق النجاح. نروح على بطولة الدوري العام. كابتن حلمي، يعني بقالنا كام سنة الدوري اسخن والمنافسة اعلى، ودخول الزمالك يعني انه يفوز باللقب بسنتين متتاليتين من النادي الاهلي، وبعدين ظهور بيراميدز، ظهور فيوتشر، ظهور سيراميكا، ظهور بنك الاهلي وعدد من الاندية. شايف ان ده ادى قوة للنادي للدوري المصري، وكيف ترى البطولة هذا الموسم؟ مفيش شك ان ظهور الاندية ديت خصوصا الاندية الحديثة اللي برضو عندها امكانيات وقدرات مالية جيدة، ده بيزيد من قوة الدوري بشكل كبير يا كابتن. نعم. طبعا عدد الاندية القوية بتزيد، وبالتالي العدد الاندية اللي عندها امكانيات بيزيد، فبالتالي الامكانيات ديت تقدر تستحوذ على لعيبة صحيح على مستوى عالي وعلى مستوى جيد، وبالتالي المنافسة بتبقى شديدة جدا وقوية جدا. نعم. الدوري السنة دي في غاية الصعوبة على فكرة. نعم. بالرغم من ان في اندية غنية واندية بتصرف كويس واندية بتجيب لعيبة كويسة، لكن في اندية تانية مثلا زي فاركو مثلا. نعم. نادي عنده امكانيات عالية جدا لكن موقوف له القيد، ده فرق معاه جدا طبعا، ده اثر عليه بشكل كبير جدا، مش زي محمد صبحي مثلا بالظبط كده. نعم. يعني فيعني بالرغم من كده لكن موجود في الصوره وبيكافح بالرغم من انه موقوف القيد عنه، لكن فريق جيد جدا وفريق بيكافح بشكل قوي جدا ومتواجد بشكل جيد في الدوري يعني. البنك الاهلي نفس الحكايه، نادي عنده امكانيات، يمكن في بعض النقاط اللي لو تخلى عنها هيبقى في منطقه تانية خالص. لكن برضو عنده فريق جيد. دوري صعب جدا يا كابتن. والى الان ما تعرفش مين اللي ممكن يهبط ومين اللي ممكن ياخد الدوري. نعم. بالرغم من ان في فرق في النادي الاهلي دلوقتي 37 ل 31 31 29. نعم. لكن برضه لسه الماتشات طويله جدا. أيوه. عدد النقاط اللي هي خارج الملعب الى الان عدد نقاط كبير جدا. ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. زمان الاهلي لما كان بيفرق او لما كان بيركب الجدول يقول لك خلاص الدنيا انتهت. سنتين. أيوه. اللي فاتوا العكس. طبعا الاهلي كان فرق 7 نقاط وثمان نقاط وتسع نقاط بالظبط. الزمالك كده مره بقياده كارتيرون بيفوز بالبطوله، والمره الثانيه بقياده فريرا بيفوز بالبطوله. بالزبط. هل شايف انه الامر ده ممكن يتكرر، ولا النادي الاهلي خلاص حط عينه في وسط راسه بقى الامر ده لا يتكرر من جديد؟ لا ما اعتقدش يعني ان نادي الزمالك هيستسلم بسهوله. صحيح. لا بمنتهى الامانه يعني نادي الزمالك عنده فرصه وعنده فرصه قويه انه برضه يحقق بطوله الدوري يعني. نعم. ما زال الدوري في الملعب بشكل قوي جدا يا كابتن احمد يعني. نعم. ما زال في الملعب بشكل قوي. طبعا. نعم. يعني لان عدد النقاط المتواجده كتير كبير جدا. نعم. جدا جدا. نعم. وممكن سهل التعويض يعني. نعم. سهل خاصه الفرقتين بيخسروا بالظبط كده. طيب اكيد دايما بنتكلم وبنحصر المنافسه في الاهلي والزمالك، لكن ليه بنتجاهل وجود نادي زي بيراميدز ونادي زي فيوتشر؟ فيوتشر قول يعني جديد على الحدوته، ولكن اول خساره ليه كانت من الزمالك الاسبوع الماضي. أيوة. وبيراميدز بامكانياته بلاعبته الكثيره جدا يا كابتن حلمي، لكن بيفاجئنا دايما بخساره نقاط غريبه جدا ومضمونه جدا في اوقات هو في اشد الحاجه ليها. هو ما فيش شك ان بيراميدز برضو من الفرق الجيدة جدا اللي بتقدم كرة. نعم. كويسة جدا، لكن انا اعتقد ان في قصور في بعض الجوانب الادارية في هذا النادي بشكل كبير يعني. ده سبب مباشر. كمان كسر التغيير المدربين بشكل مستمر. نعم. ده ما بيديش استقرار فني للفريق. أيوه. وما بيديش استقرار فني للعيبة كمان في نفس نعم. الوقت، لأن كل مدرب جديد بيجي ليه. نعم. أفكار مختلفة عن صحيح. اللي سابقه. نعم. فبالتالي اللعيبة بتبقى محتارة. عندها بلبلة. نعم. وعندها عدم اتزان وعندها عدم تركيز. يا ترى طب المدرب ده شكله عامل إزاي، أسلوبه عامل إزاي، طريقته في التدريب عاملة إزاي. الوضع بيبقى بيحصل بلبلة عند اللاعب ذات. نعم. نفسه. نعم. فمهم جدا الاستقرار في